حكام، لدينا حكم المباراة الواضح في الصورة ماهر العلي الحكم اللبناني، ولدينا الحكم المساعد الأول علي البري اللبناني كذلك، ومحمد الغزالي الحكم المساعد الثاني من سلطنة عمان، وخالد الشيخ الحكم الرابع. أجدد التحية معكم، أفراح كبيرة، وهناك الهزيج والأغاني والطرب، كل الطرب بعد كل مباراة بالنسبة للشعب اليمني من خلال انتصارات وكرة ولكنها إلى الخارج. كذلك المنتخب السعودي الذي يمني النفس حارس مرمى المنتخب اليمني بدون بكل تأكيد يعني الأخطاء هنا المنتخب السعودي، والكرة للناشئين، كرة أمامية الآن في الوسط، مباراة في وسط الملعب، مباراة فيها تمريرات خاطئة كثيرة، تركيز مفقود، وبالتالي خطيرة للمنتخب السعودي ولكنها وصلت لحارس المرمى. نواف الجناحي السعودي من يبدأ بالتسجيل للأخضر أو الأحمر من خلال هذا النهائي. كرة ملعوبة الآن ترسل للأمام وتبعد، خطيرة خطيرة للمنتخب السعودي ولكنها تبعد في المكان السليم في اللقطة الماضية. هجومنا لمصلحة المنتخب اليمني، كرة بينية كانت ممتازة جدا هنا المنتخب اليمني، والمحاولة مستمرة والهجوم، تسديدة ضاعت على اليمن، وبالتالي لدينا خطأ الآن، خطأ في مكان خطير، الطريقي على التنفيذ، تنفذ كرة رأسية ولكنها ضاعت. هنا نواف، هجوم لمصلحة المنتخب السعودي ولدينا صافرة وخطأ. خطأ واعتذار جميل من الكابتن. شوف الاعتذار الجميل. كرة في وسط الملعب، الظفيري تمرير إلى جهة اليمين، هذا زياد عياش مرر الكرة، خطيرة لمصلحة المنتخب السعودي ولكنها وصلت للحارس. شوف هنا الإعادة للكرة التي مرت من هزازي بين الفريقين، بين الفريقين. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة اللبناني ماهر العليلي تعلن عن نهاية الشوط الأول. ومن على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام الشوط الثاني ما بين الفريقين. طبعا لدينا الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف لليمن. الآن المنتخب اليمني على يمين السادة المشاهدين، والمنتخب السعودي على يسار السادة المشاهدين. هنا المنتخب السعودي الذي يحاول من خلال هذه الكرة خطيرة، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في التمريرات، والكرة بعد ذلك وصلت لحارس المرمى. وضاح أنور حارس مرمى المنتخب اليمني. هنا عبد الرحمن الخضر، عبد الرحمن مرر الكرة، هجوم منتخب اليمني، خطيرة، جول، جول اليمن السعيد، اليمن السعيد، وعن طريق امباب اليمن، امباب اليمن محمد البرواني، جول لليمن، هدف للمنتخب اليمني، فرحة الجماهير، الجماهير الكبيرة اليمنية هنا على المدرجات، هنا على المدرجات، وهناك 30 مليون يمني الآن
بفرحة عارمة بفرحة كبيرة. وافرحي افرحي يا صنعاء، هذا الهدف، هذا الهدف عن طريق محمد البرواني من باب اليمن كما يلقب هناك من الجماهير اليمنية، وبالتالي جول لليمن. هجوم الآن لمصلحة المنتخب اليمني الذي يحاول محمد البرواني، حاول التقدم والمرور، كرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء تبعد بضربة رأسية، محاولة مستمرة للمنتخب اليمني. أوه، صانع الهدف الوحيد في المباراة إلى الآن. كرة ملعوبة عالية رأسية ولكن العارضة خطيرة عن طريق محمد البرواني. كرة في وسط الملعب، هجوم لمصلحة المنتخب السعودي، تغطية حاضرة، مقطوع الكرة، هجوم والتسديد، والضاح أنور أبعد الكرة إلى ضربة ركنية. تسديدة كانت خطيرة عن طريق هزازي أو فرحة الشمراني. تنفذ الكرة أمامية باتجاه المرمى. الله على اليمن، الله على المنتخب اليمني. شوف الإعادة بيسار عبد الرحمن، أو هذا مرة أخرى عادل عباس. العراق بطولتين ولدينا إيران كذلك. كرة داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى أبعدها، والضاح أنور أبعد الكرة الخطيرة لمصلحة المنتخب السعودي، لمصلحة المنتخب السعودي. شوفوا الإعادة، الكرة مرت وبعد ذلك الإبعاد الخاطئ والمتابعة والتسديدة كانت خطيرة داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب نواف البشري وحارس المرمى في المكان السليم. هنا الكرة فيها خطأ، تنفذ باتجاه المرمى، خطيرة خطيرة. شكلها في المرمى، شكلها باتجاه المرمى، فرحة الشمراني. شوف المنتخب السعودي وكانت خطيرة، ولكن ياهي ثقة لدى حارس المرمى، شوف الثقة الكبيرة. شوف الإعادة، قطع للكرة وبعد ذلك الكرة عالية خطيرة. جول للمنتخب السعودي، هدف التعادل في وقت قاتل، في الوقت محتسب بدل عن الضاح، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل عن الضاح، جول للمنتخب السعودي على ما اعتقد محمد العيسى. محمد العيسى البديل، هو من يأتي بالتعادل، هو من يأتي بالتعادل للأخضر السعودي، وبالتالي عادت المباراة إلى نقطة البداية. والتعادل هذه المرة، التعادل هذه المرة. شوف الإعادة والرأسية، نعم 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 نعم، هكذا محمد العيسى البديل يسجل هدف التعادل ويعود بالأخضر السعودي إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية، إيجابية، بهدف مقابل هدف الآن، هدف مقابل هدف الآن. فرحة الجماهير السعودية هذه الأخيرة، ربما تكون الأخيرة في المباراة، ربما الأخيرة. تبعد الكرة وحكم المباراة، إذن الصافرة تأتي والنهاية للمباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف للمنتخب اليمني، للمنتخب اليمني. ضاعت على اليمن، ردها محمود البريع، ردها محمود، ضاعت على اليمن. الركلة الأولى على اليمين و
حارس المرمى محمود البريح يتصدى بشكل أكثر من رائع للكرة الأولى. هذه الجماهير السعودية بكل تأكيد يعني فرحة. هنا الحارس وضاح أنور والكابتن فرحة الشمراني. فرحة الشمراني على الركلة الأولى للمنتخب السعودي الآن. الركلة الأولى للمنتخب السعودي. فرحة 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 في المرمى. فرحة في المرمى قوية كانت. وهدف أول من الركلة الأولى للمنتخب السعودي. كانت قوية. حارس على اليمين والكرة على اليسار. الركلة الثانية الآن للمنتخب اليمني. الثانية والتسديد وهدف. هدف نعم. هدف عن طريق عبد الله الدقيق. الركلة الثانية لليمن والتسجيل هذه المرة. أولى ضاعت وهذه في المرمى. الآن المنتخب السعودي. هذا صاحب هدف التعادل. محمد العيسى بمواجهة وضاح أنور حارس المرمى. العيسى في مواجهة حارس المرمى وضاح. الركلة الثانية للمنتخب السعودي. العيسى محمد العيسى الثانية للمنتخب السعودي. العيسى ردها وضاح. ردها وضاح بنفس المكان اللي ردها محمود البرية. هذه المرة وضاح. ضاعت على المنتخب السعودي. شوف الإعادة وبالتالي شوف ردة الفعل السريعة من وضاح. ردها بشكل ممتاز من أمام محمد العيسى. ضياع ركلة بضياع ركلة. تسجيل ركلة بتسجيل ركلة. هذه الثالثة الآن. الركلة الثالثة لليمن. لليمن الثالثة لليمن وجول. جول لليمن. أنور الطريق. أنور الطريق يسجل هذه المرة. ثلاث ركلات لليمن بهدفين. والآن الثالثة للمنتخب السعودي. الثالثة للمنتخب السعودي. الثالثة للمنتخب السعودي. تسديد وهدف لمصلحة المنتخب السعودي. برافو لعبد السلام برناوي. عبد السلام يسجل. الآن كل منتخب ثلاث ركلات وكل منتخب ضياع لركلة. الرابعة لليمن الآن. الرابعة للمنتخب اليمني. عادل عباس على التنفيذ وهدف لليمن. هدف لليمن. عادل عباس يسجل للمنتخب اليمني. ثلاث أهداف وضياع ركلة. والآن الرابعة للمنتخب السعودي. هذه المرة نواف البشري. نواف. نواف الآن. نواف
بمواجهة وضاح، بمواجهة وضاح، بمواجهة وضاح. الله الله على التنفيذ الرائع من قبل نواف البشري. يسجل، نعم الآن يسجل. الآن يبقى ضياع الركلة. الخامسة لليمن هذه المرة، هذه المرة رفعت سمير أحد البدلاء، البديل رفعت سمير بمواجهة محمود البرية. رفعت الخامسة، رفعت الخامسة الآن، الخامسة لليمن. الله الله على التنفيذ. قوية من رفعت، قوية من رفعت. الآن الخامسة للمنتخب السعودي، ولو ضاعت ننتظر هذا البديل. حسين الطاهر، حسين الطاهر بمواجهة وضاح، بمواجهة وضاح. السعودي واليمني، السعودي واليمني. حسين الطاهر الآن بمواجهة وضاح، ووضاح وضاح. أوه، اليمن السعيد، اليمن السعيد. افرحي يا صنعاء، افرحي يا عدن. نعم هكذا اليمن السعيد بركلات الجزاء الترجيحية بطلا لبطولة اتحاد غربي آسيا للناشئين، لبطولة اتحاد غربي آسيا للناشئين بالنسخة الثامنة في الدمام، في الدمام، في الدمام. وضيعها الركلة الأخيرة حسين الطاهة، وبالتالي وضاح 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 لليمن السعيد، لليمن السعيد. برافو 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 برافو. الله على اليمن وما قدم اليمن من خلال هذه النسخة، هذه البطولة. وبالتالي المنتخب اليمني من مباراة إلى مباراة، من انتصار إلى انتصار. مبروك للشعب اليمني، مبروك للمنتخب اليمني. نعم هناك 30 مليون يمني الآن، هو فرح، هو فرح بكل تأكيد. والفرح العالم الآن الكبير في صنعاء، في عدن، في تعش، في دمار، في المكلة، في باجل، في الملاوعة، في بيحان، في طبعا الغيضة وغيرها من المحافظات اليمنية. وبالتالي اليمن اليوم، وحتى عصام ردمان واحد من الأسماء الجيدة هنا، المنتخب اليمني والفرحة الكبيرة، والكابتن حمزة السرابي، حمزة السرابي وكأس البطولة. ويرفع الآن للمنتخب اليمني. مبروك، مبروك لأبناء اليمن، مبروك لناشئة اليمن، مبروك لشعب اليمن، مبروك لثلاثين مليون يمني، مبروك لكل العرب. هذا التنظيم كذلك الرائع والبطولة الرائعة التي شاهدناها. إذن المنتخب اليمني بطلا لبطولة اتحاد غربي آسيا للناشئين المقامة في السعودية بالنسخة الثامنة، وبالتالي للمرة الأولى طبعا هي بتاريخه، ويظهر بطل جديد. ألف 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 مبروك للمنتخب اليمني، الفوز بالبطولة، وهاردك للمنتخب السعودي وباقي المنتخبات التي ودعت البطولة. إذن كنت معكم معلقا لهذه المباراة علي الشمري، وحتى ألقاكم في مباريات أخرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة للزميل على هيكل والكباتن الكابتن خلف كريم والكابتن نبيل زكي. شكرا للزميل العزيز علي الشمري. اذا مبروك مرة اخرى للمنتخب اليمني. طبعا طيبة اهل اليمن واحبهم وشغفهم بكرة القدم ومؤازرة جماهيرهم بعد ان يعني ازرت هذا الفريق منذ اليوم الاول. كل هذه الامور تضافرت بالتالي حصدوا هذا اللقب الاول. مبروك من جديد لليمن، مبروك للاعبين، مبروك للكادر التدريبي، تستحقون هذا اللقب بكل فخر واعتزاز. كابتن خلف اجواء مثالية جدا، كل اللاعبين والجمهور فرح. يعني بماذا تصف هذه الاجواء؟ يمكن احنا اليوم اللي نشاهده داخل الملعب، يعني الجمهور داخل الملعب واللاعبين داخل الملعب، لكن لو عندنا كاميرات وننتقل الى الشعب اليمني في كل المدن اليمنيه، حاله الفرح اللي عايشينه، لان هذا الشعب محتاج فرحه، محتاج كفايه ويلات وقتال وكذا.